لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ لكل من خطاب رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد وخطاب رئيس الحكومة السيد يوسف الشهد. الخطاب بصفة عامة مش الأخير. الأخير. الأخير نحكيه على الأخير اللي تقريبا كانوا في نفس النهار. في نفس النهار، واحد في الوطنية والآخر في سيدي بوزيد. صحيح. نتاع الوطنية لأول مرة يخلو من معناها، معناها نتاع يوسف الشهد، وفي هذه أخذ نضج في التعليم في الخطاب رغم اللي حقه من قبل. ولذا نشكر. بالنسبة لقيس سعيد كان لابد أن يكون وتوبيخ، لكن لابد أن يكون جامع لكل التونسيين، وأن لا ينحاز لمسامع معينة في ظرف معين اللي أنا معاه فيه، هو الظرف اللي سيدي بوزيد ونهار 17 رمزية اليوم ديسمبر ورمزية اليوم. أما كي نجم يكون واعد، لكن بدون أن يكون معناها ماشي طول الأسماع أولاد سيدي بوزيد، مش باهي باش يكون قاعد حاسك تلطف في الكلمة ولا تتفادى في كلمة شعبوية في الخطاب، كاين قاعد تحب تتفاداه. أي، وأنا كان نشوف ونقول له بربي هاو كيفاش تفادي الشعبوية الحقيقة. تعتبره خطاب شعبوي كان؟ أي اي قول قول اي 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 كون عندك جرأة. ما عندي، ما خايف من شيء وبين طالب شيء. اي خطاب شعبوي. الابتداج تو تاخذه في القصر بحذيه، ما فماش مشكل. ها الابتداج مضمون بحذيه كالعاده. ليش اشخاص حتى قهوه يكفي. اشخاص به.